بسم الله، السلام عليكم. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن حال. اليوم جبت لكم صابلي سامبل بزاف خفيف واقتصاد المكون تاعو متوجدين في كل مطبخ، ما راح يكلفك والو، ومش حشت لك اليد ليه تكمليه، ما فيه لا تزيين لا والو. وصابلي هذا على طريقته، ما حنزيد فيه والو ما حنقص فيه والو. شوفوا هنا المقادير واش عندنا. عندنا 250 غرام تاع الزبده اللي هي زبده فلوريال، دائما ننصحكم بزبده فلوريال، وكاس تاع السكر نقص ربع سكر عادي، سكر تاع الطابله، قرصه تاع الملح. بعد هذيك الزبده هكذا نخدمها بالربع حتى تولي لنا عجينه، ومن بعد نحطوا ثلاث حبات تاع بيض كاملين. هنحطوا ثلاث حبات تاع بيض كاملين، وكاس تاع الزيت نقص ربع. دائما ننصحكم بزبده فلوريال. علاش زبده فلوريال؟ باش الكاطو تاعك ما يتكسرلكش، الكاطو تاعك حبه ما تضحش. دوك نخلطوا كامل دوك المكونات حتى يولوا لنا هكذا كريمه، حتى يتجانسوا كذا كامل. بعد ما بداو لنا كريمه نحطوا كاس تاع مايزينا، ونحطوا ثلاث كيسان تاع الفارينه دفعه واحده، وزوج اكياس تاع الخميره، ومن بعد نبداو نعجنوا بيدينا هكذا، نلمو في العجينه، ومن بعد نشوفوا لا خصنا فارينه نزيدو. انا هنايا ديت معايا ربع كيسان تاع الفارينه، الفارينه هنا عندي ما تشربش. شوفوا العجينه كيف شاطريه. دوك نحطوها هكذا في الكيس باش ما تنشفلناش، كما نعرفوا عجينه الصابلي ليه تنشف. فوالا، ومن بعد نرجعوا نخدموا. هنا نقسموا على اثنين، اختش على راح نديروا زوج انواع، راح نقسم على اثنين. فوالا، دوك هنا نحطوا الكيس، ومن بعد نزيدوا ثاني نغطوها بالكيس ونبداو نفتحوا باش العجينه تاعنا ما تنشفلناش، وثاني باش ما نبقاش نحطوه في الفرينه ونغبروا كامل الكوزينه تاعنا، هكذا تبقى لنا الكوزينه تاعنا نقيه. شوفوا هنا بعد ما قطعنا كامل بهذاك الطابع المدور المثقوب هكذا، شوفوا السمك تاعها شحال. دوك نرشوا السنيوه بالفرينه ونبداو نحطوا في السنيوه. هنا نكونوا شعلين الفور، شعلوا الفور على 180 درجه وشعلوا الفوق والتحت، ونبداو نحطوا السنيوه تاعنا. دوك نجيبوا العجينه الثانيه كيف كيف هكذا، نحطوا الكيس ومن بعد نحطوا ثاني الكيس هكذا من الفوق، ونبداو نفتحوا. بعد ما نفتحوا هذا نقطعوا بالطابع هذا تاع القلب. هنا انا راني دايره قلب صغير، فلا خطش عليه مش حنزينه، راح نخلي الكاطو تاعي هكذاك مش سامبل. انت الا حبيتي تزيني ديري الطابع شويه يكون كبير. هنا انا القلب هنا صغير. فوالا هكذا السمك تاعو شحال. ثاني كيف كيف رشوا السنيوه بالفرينه شويه برك، ماشي بزاف باش ما تنحرقناش الفرينه ودرنا التخاخن في الكوزين شويه برك. فوالا نبداو نستفوا هكذا، ولا عندك بابي كويسو حطي بابي كويسو. شوفوا هنايا السنيوه تاعنا بعد ما نحيناها من الفور، هاوليكم شوفوا كيفاش طاب معانا. هنا قلت لكم القلب صغير مش كامل يبان، شوفوا صغير خطش على مش حنزينو، حنخليه سامبل هذاك على القلب صغير. هذه تكون تيتي الاولى. شوفوا هنا كي تولي تنحي في السنيوه هكذا، حطي كل حبه مع بعضها باش من بعد كي تجي تزينيه ما يعيكش، تلقايه كامل كيف كيف وتلقايه مسهل. هاي ليكم هنا بالصابلي تاعنا، هذا هو كامل خرج لنا 50 حبه كميه لبس بها. فوالا هنا عندنا مرب المشمش، عندنا هنا معجون تاع المشمش. فوالا دوك هنا نبداو نحطو في المعجون، نحطو كميه لبس بها تاع المعجون لخاطر ما نجح نديرو له التزيين، داك علاه نحطو كميه لبس بها تاع المعجون. فوالا هكذا هنا نزيد معاكم عدة القلب، نحطو كمية لبس بها قلت لكم نشح نديرو له التزيين، نحطو كمية لبس بها المعجون باش هكذا يبدل لنا الذوق هكذا. هاي ليكم فوالا. اللي عجبكم الفيديو ديروا لايك، بارطاجيو فيديوهاتي ما تنساوش، ولي اول مره تشوف قناه دير ابوني، تفعل الجرس باش يلحقها كل جديد. هنا بعد ما كملناه كامل الصابلي تاعنا، دوكا هنايا راح هذاك المثقوب راح نزيد له شويه تزيين هكذا بسكر كلاص. فوالا هكذا شويه برك ماشي بزاف، ومن بعد نحطوا له شويه تاع معجون هكذا في الوسط بالسورينك هكذا كما راكم تشوفوا هكذا، باش ما نعفنوش الدنيا تاعنا تبقى دنيتنا نقيه هكذا، تبقى لك كل شيء يبقى لك نقي وما تعييش.
وبالنسبه لي قالت لي جيبي لنا كيفاش نخبو الرفيس. نقول لها سمحي لي طولت عليك، الفيديو القادم ان شاء الله راح نجيب لك كيفاش تخبي الرفيس، سمحي لي طولت عليك، انا هذاك الرفيس ما خبيتوش، جوني ضياف تكلتمتم هذاك عليه ما صورتلكش كيفاش نخبوه، بصح راح نخدمه وراح نصور لك كيفاش تخبيه، وان شاء الله ما نكونش طولت عليك ولا طولت عليك سمحي لي. فوالا شوفوا هنايا بعد ما كملنا الكاطو تاعنا، فوالا خلينا هكذا سامبل وانت لك الاختيار، تحبي تزيدي التزيين زيدي التزيين. فوالا انا هكذا باش ما نعيش راسي هكذا، تاني العائله تاعي يحبوا الصابلي، مهم بنت الصابلي حتى لو مش مزوق ومعليش. فوالا وهذا زينته بشويه سكر كلاص باش نبدل لهم اللون برك، هذا مكان باش يجوا شويه مختلفين برك، وانت لك الاختيار تحبي تحطي شوكولا تحبي تحطي اي حاجه كيما تحبي، لك الاختيار. ان شاء الله يعجبكم، واللي عجبكم ديروا لايك، ان شاء الله نكون خفيفه عليكم، ولا جربتوا ان شاء الله ينجح لكم، شاهدكم في الجنه ومع السلامه.